بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين قناة نادي الزمالك في برنامج زملكاوي، وأنا أهلاوي وحفضل أقولها بأعلى صوت. النهاردة يعني نجمنا اللي بيقدم الحلقة مش موجود، خالد لطيف، فمعنا ضيف أنا والنجم الكبير كابتن مصر كابتن نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. وهذا النجم يمكن كان لي بصمة بالنسبة لي أنا على قناة الحدث، لما كنت بسمعه وكنت مستغرب إزاي هذا الرجل بيدافع عن كيان نادي الزمالك وعن المستشار مرتضى منصور وهو الناس كلها بره. في الآخر عرفت إنه شبراوي. مش عايز أقول لكم مدى السعادة اللي أنا كنت فيها لما عرفت إن هو شبراوي، ودايما الحمد لله دايما الشبراوية جدعان وولاد بلد وبيقفوا دايما في الحق. فاحنا بنرحب بيه وهروح للكابتن جمال عشان نرحب بضيفنا النهارده انا والكابتن جمال. كابتن مصطفى، يعني التقديمه جميله جدا، انت مذيع عالمي. انا خايف على خالد لطيف وخايف على خالد غندور وطارق يحيى وكده. طبعا هو ضيفنا، هو طبعا هو مش ضيفنا قوي، ضيفنا في الحلقه. ضيفنا في الحلقه بس ان خالد لطيف طبعا هو المذيع بتاعنا، ولكن هو من الناس المجتهده جدا، الناس اللي ان شاء الله من الاعلاميين اللي هيكون ليهم باع قوي في الاعلام ان شاء الله في الفتره الجايه. ضيفنا هو الاستاذ كريم ابو حسين اللي النهارده ضيفي انا وكابتن جمال. اهلا بيك كريم، منورنا. انا وجيمي في برنامج زملكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مع مصطفى يونس الاهلاوي. طبعا يا كابتن، ده شرف ان احنا نقعد جنب حضرتك. شبراوي برضه، خلي بالك. طبعا شبراوي ومن بسوس بقى، يعني على وجه التحديد طبعا، يعني اهلي وناسي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضراتكم، وان شاء الله يعني اكون ضيف خفيف على حضراتكم النهارده، ومعايا اتنين من نجوم الزمن الجميل، معايا اتنين من اساطير كره القدم في مصر، معايا اتنين من اساطير التحليل الكروي في مصر، يعني ناس بنستمتع بيهم، وطول عمري كنت اقعد استمتع بيهم واقعد اتفرج عليهم. فانا بحسد نفسي ان انا قاعد بين قامتين كبار جدا جدا، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس، اللي انا برحب بحضرتك وليا الشرف ان انا اكون محاور لحضرتك في هذه الحلقه. اهلا بيك كريم، ومنورنا النهارده انا وجيمي. اخويا طبعا وكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك اللي بعتز بيه جدا جدا، وكسبت اخ كبير في حياتي في كل حاجه، وهو عارف ده كويس جدا، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. رحب بيك كابتن. اهلا بيك يا كريم، منور الحلقه ومنور الاستوديو كله، وانت وكابتن مصطفى حبيبي.